كيكو، صباح الخير ماما. راح نتشمت درت هذا حيدو تنسالي بالصباح. صباح الخير، صباح كي صبحتو بخير؟ صافي دابا راه وجدت الطويسلات، وجدت داكشي اللي خاصو يتوجد. هادي دابا 4:30 ايوا صافي، هي الغزالات غادي نمشي نشوف شنو غادي نديرو، حيت وليت كنتضعق في الكوزينه. كيبقى لي الطبله هي اخر حاجه مؤخرا هاد اليومين، وليت كتبقى لي هي الاخرى. وانا نقول اجي نصبقها دابا هي الاولى قبل ما ندخل الكوزينه. المهم هنا حنت حطيت هاد الطباسل جوج، لان كوثر ما كتاكلش بسمن والبغرير وداكشي. قالت لي ماما جايبه ما عرفتش كيف كاين شي بسمن والبغرير. البارح جابو بابا واليوم جابتو ماما. قلت لي غنجيو حتى الاخر نبداو ما عطيناش المسمن والبغرير هاد العام لاطاك في الاول، غنبداو نديرو في الاخر. ايوا لا يلا انا نمشي معكم كوزينه نشوف شنو غنديرو للفطور. مهم الغزالات، صباح الخير. كيف ما قلت لكم كي صبحتو كيف دايرين؟ كوزينه مسكينه ولات كطلب منا الشراك، قلنا الناس خرجوا مني. المهم لقيت ماما هنا كتشوف الريبه قطبان، قلت لها صراحه نشموهم في الفاخر. انا جادوغش وفي الفاخر، شوفوا ديك الشوايه اللي شرينا نفعاتني في رمضان. كتبقى الماكله سخونه، كتجي سهله قريبه، احسن ما ديري المقله. وداك النهار جربنا فيها الكوتليت وستيك بقى طري، ما قصحش اللحم يعني، فهمت. ولكن قلت لها شوفي راه تفوت رمضان صافي زيها، ما تبقيش تدي لي راسك. زعما انا باغي شوي شوي فاخر. انا الباربيكيو قلت لها ولا طلعي هذاك المجمر الصغير خدمي بيه. قلت لها علاش ما نديروش الفاخر نشويوهم؟ ايوا قلت لي جربيهم فديك سميتو، قلتو اللحم كيبقى رطب. والصراحه بصح هذا القطبان كيقصح مع الفاخر. بعد المرات كيجي كتلقاي اللحم شويه نشف، فساجربها في هاد الشوايه ديال الضو نرد عليكم. يا ربي ما تادبنيش البارح عرفتي باش نقلي داك الكالامار وداك الشيء. ويلي ويلي والله الا في الاخر فطرت، حليت صيامي وفطرت تساليت قليلا من كل شيء، عاد جلست انا كنفطر. ايوا ماشي مشكل ضروري، ما بغيش داك الشيء نقليه. معني انا قلت لماما واحد الوقيته نقليه بكري احسن ونخليه يتلا في الفرن، ولكن راكم عارفين كالامار وداك الشيء الحوت هذا الا تقلى صافي كيبرد كيولي حاجه ما تيتكلش، وغيولي كي الكاوتش وهذا. المهم هذا الفيديو يلا غندير ليه المونتاج، لان ما قضيتش البارح في الليل ظهري هاد الايامات قتلني قتليل. عرفتش واش الوقوف واش الدروج طالعين نازلين، والله ما عرفت تبت. المهم رمضان هو قرب يمشي، الله يرزق الصحة والسلامة. يلا خليكم ستي تون، نشوف شنو غندير ونقول لكم شارك معكم. شوفوا لما هدرتش كتلقوني حتى صوتي من بعد، لحقاش كيكون الصداع في الكوزينه، كتكون الصفاره كتكون كنهضروا فهمتي، كيكون بعد مرات الصداع الراديو خدام شي حاجه كوبي رايت يعني فهمتي. كنقول كنحيد الصوت ونحط من بعد صوتي، داكشي علاش كياخد ليا الوقت. وبعد مرات كنجلس باش ندير مونتاج، ومهم قبل وصافي. يلا خليكم معايا. المهم راه حيت كاينه الحريره غندير القطبان مع الحريره وندير سلطه. اختي بغات الكيناوا لان الحريره، صراحه الحريره ما عرفتش انا واش نشرب ولا ما نشربش. المهم وشنو اخر غادي نشوف شنو نديرو سلطه وداك الشيء. وباقي كروفيت البارح كان كثير ما درتوش كامل في الطاجين. والله البارح في الطاجين بقى كيتلاوح في الاخر، قلت لهم كملوه لان حرام تخليوه شايط، ما غاديش يتكال غدا ليك وشي الواحد راكم عارفين تيكون صايم يعني ما كاينش اللي غادي ياكلو، غادي يستقي تلاح لغدا اللي كتعاودي طيبي حاجه اخرى. والله هذا شنو اخر صافي هادشي اللي كاين عندي. الباربه شنو اللي لازم نديرو ليها؟ يتسنى نقول ماما سلقيها، حيت دابا هاد الايامات يوميا تستعملوها. وكوثر اختي كتقول لك لا لا شاطت ما تعاودش تحبها لنا الغدا لي. الوغ شنو اللي كنديرو؟ كنسلقوها كامله وكناخذ الكميه، راه وريتها لكم داك المره، كناخذ الكميه اللي غادي نقطع هي اللي كندير لها القامه وكندير لها داك الشيء على حسب شنو غندير فيها، والكميه الاخرى كتبقى في الثلاجه لغدا لي عاوتاني صافي. يعني بحال دابا غنسلقها كامله ولكن نقدر نقطع غير جوج ولا ثلاثه فهمتي، كنقطع جوج كبانت لي قليله كنزيد ثلاثه ما بانش لي قليله صافي. البارح ديجا جوج وشاطت، يعني البارح قطعت جوج وشاطت. فدابا سالات غادي نعاود عاوتاني نسلق هذه الكميه كامله، ما عرفتش هذا يمكن كيلو. اوكي وغادي نغسلها ونقادها ونزيدها في السلق ونستعمل منها اللي غنستعمل، اللي غيبقى غادي يبقى في الثلاجه وكل نهار كناخذ منها. مع عسكرة قالت لنا نديروها بواحد الطريقه مع التفاح، قالت كدير ديتوكس تحكيها مع التفاح. كانت كدير انا ماما شحال هادي، يعني كان الصيف كيجي شويه في رمضان، يعني رمضان كيجي في الصيف ماشي الصيف كيجي في رمضان. يعني كان كيجي رمضان في الصيف. دابا ما كنقدوش تاع عصير ما درناهاش هاد العام كاع،
كدينه ثقيله مع الفطور. وكان نجربوا الطريقه انتما معايا. هادشي ندير سلطة عادية، خيار مكنوس وتومة ومطيشة، وكيف كتشوفوا هذه هي السلطة اللي وجدت سلطة بالمطيشة وتومة خيار، ما درت لا بصلة لا بوالو، بغيتها سيمبل. هذه قرعة وبلي على القرعة ناري دايخة بالصيام. الباربة اللي سلقنا حكيناها مع جوج تفاحات، جوج باربات جوج تفاحات، هذه كيناوا صافي. هنا راه كلشي واجد دابا، صافي غادي شويه قرب الوقت غادي نديرو هذوك البغوشات نصيبوهم في القطبان. كنت غنديرهم في ديال العود، لقيت العود اللي عندي صغير ديال كيك بوبس ماشي ديال الشوا. صافي قلنا قالت لي ماما ديريهم في العادي، دارتهم ماما هي اللي دارتهم صراحه. انا غير زدت عليهم شويه البودره ديال الثوم وشويه البودره ديال البصل وشويه الملح، لانه واخا هو داير في المنقه ما عرفتش ما يجيو شويه ما يكونوا بانوا ليا بحال غيكونوا ناقصين. وصافي غادي نديرهم في ديك الشوايه كيف كتشوفوا معايا. وصافي انا راه سالينا تقريبا. كانت عندنا مطيشه هكا سلقناها وطحناها، دارتها ماما في هاد البواطات ديال تيبروير كيف كتشوفوا، باش كيبقاو واجدين كيجيو ساهلين على القرص الا بغيتيهم تحتاجيها اي حاجه، طاجين ولا لي بات ولا بيتزا ولا اللي كان ولا حريره كتجبديها وكتستعمليها كتكون واجده. حنا كنديروا داكشي بحال هكا بحال لمده 5 ايام هكا، ما كنديروش حنا قبل رمضان وتوجد بشهرين 3 شهور قبل رمضان داكشي ديال العبط. وصافي هنا راه لقامه طبعا كنديرها حتى لاخر لحظه، كندير زيت الزيتون وكنخلي لقامه الاخرى حتى لاخر لحظه عاد كنزيدها. صافي هنايا راه ادن غادي نحلي صيامي. قطعت شويه المانغ والكيك اللي صوبت ديك المره باقي درتو هكا باش يبقى بكميه واجده، باش نبدل ما كنبغيش يوميا نحط نفس بسمن كيك فهمت. كل مره كنحاول ندير شي حاجه وخا هاد العمر ما درت والو، ماشي بغير هاد هذيك المخنفره اوكي. كانت انا هي والمسمن وغادي نحطهم ناكلوهم. ومن بعد شويه راه حدايا حطيت فيها القطبان باش يبدا يتشوى على مهل باش ما يتخطفوش صح اللحم. صراحة شوية خطيرة تاع اللحم، كتخليها فتي ورطب ما تقطعش ما والو، صعبة مزيانة صراحة. باغابوغ مع سميتو هانتوما كيف كتشوفو راه مطلعة حتى الدخان، كنت الدخان كيطلع كيف كتشوفو راه شوية زعما صراحة. حتى في العشاء داك الخبز كان جابو بابا بان ليا بحال شوية بلد أو كيكونو مطيبينش، خاصو غنزل واحد شوية الحمرا راه حطيتو حدايا باش يدفى ليهم شوية. او زعما قلت نقول لكم زوينه ما بيهاش وخر ما كنحطش في الطبله صراحه، وكنبقى في الاخر واقفه عليها كيما غنوقف نوقف عليها نوقف على الباربيكيو ديال سميتو ديال الفخر، ولكن جات زوينه. وصافي هذا هو الفطور ديالنا، كنتمنى ينال اعجابكم. صحة فطوركم، نشوفكم في فيديو جاي، متنساوش لايك كومنت او خفيف طريف. فطور اليوم حريرة مع سلاد مع دسير وداكشي خفيف طريف، واخا راه كلينا مسمن وداكشي. يلا تهلاو لي فراسكم، شوفو لي نورمال بهادو حيديهم وعاودي خشيهم في واحد اخر عندك اللي لتحت واللي من هنا غادي يكون بلدية طيبة.